نعمل حوالي ما يقل من كل قرية تقريبا في حقل إرشادي أو تجميع إرشادية، بنمارس فيها الممارسات الزراعية المثالية والتوصيات الفنية، بداية من اختيار الصنف واختيار ويكون مشارك معاه الباحث من بداية من اختيار الصنف واختيار خدمة الأرض ومرورا بمراحل النمو حتى مرحلة الحصاد. الكلام ده بيتم على من خلال شكل مدارس عقلية، بيتم من ندوات عقلية عشان نقدر نوصل المعلومة المثالية اللي نقدر يطبقها في من خلال الحقل الإرشادي. في النهاية كل ده عشان يصب في حاجة اسمها تعظيم الإنتاجية من وحدة المساحة، عشان في النهاية في الآخر عشان ده وسيلة سهلة وميسرة لما أجي النهاردة أزود أردبين أو أردب كأني بزود مساحة ما لا يقل، زي ما قلنا كده في النهاردة في الحفل الختامي بزود ما لا يقل، أنا لو زودت أردب واحد بس في المساحة المجملة بخش في حوالي 250 ألف فدان، لو زودت أردبين بيقل من حوالي نص مليون فدان. ده اسمه تعظيم إنتاجية في وحدة المساحة، لأن الدولة طبعا متبنية القمح بقيادة فخامة الرئيس، متمية بالمحصول الاستراتيجية والرأسة طبعا القمح، وشغالين في محورين اتنين مهمين في منتهى الاهميه، محور التنميه الراسي والافقي. الراس الحمد لله احنا شغالين من خلاله تعظيم الانتاجيه في وحده المساحه، وده بيتم من خلال اختيار الاصناف الجديده اللي بتدي محصول اعلى بالتوصيات الفنيه المثاليه. على الجانب الاخر الدوله شغاله في محور التنميه الافقي اللي انا بزود مساحات في داخل الوادي، ما انسى اصبح من الصعوبه مكان ان ازود مساحات في داخل الوادي، الوادي بيكون على حساب المحاصيل لا تقل اهميه زي الفول زي البرسيم زي البصل، فبالتالي لابد اتوسع في محاصيل في المساحات من خلال المشاريع الكبيره، المشاريع القوميه زي مستقبل مصر زي شارع عوينات زي توشكا، كل دي بتزود مساحات. والحمد لله يمكن في خامه الرئيس بيتكلم السنه اللي فاتت زودنا ما يقل 250 الف فدان السنه اللي فاتت، السنه دي مقترح وهدف التارجت بالنسبه لنا إن شاء الله نوصل ب 500 ألف فدان، يعني نوصل في إجمالي المساحة توصل ل 4 مليون فدان. بحسبة بسيطة نوصل إن شاء الله التارجت بتاعنا 2025 أوصل ل 65% 65% من الاحتياجات، وهو ده التارجت اللي إحنا نشتغل عليه، أصبح لنا لدينا رؤية واستراتيجية بنشتغل عليه. في النهاية لما أجي عظم إنتاجية هزود دخل المزارع، أضمن له حياة كريمة، وبالتالي لأن المزارع لا بد أهتم بيه لأنه هو الشريك الأساسي للتحديات الأمن الغذائي في مصر. المزارع بتاعنا ما بيقبلش على ما كل ما هو جديد بسهولة، وبالتالي لابد أقربها له وخليه أجرب من خلال حقل إرشادي عشان يشوف بنفسه الممارسات والتوصيات الفنية بتتطبق قدام عينيه، وبعد كده شيء طبيعي أنه ممكن لو جاب من محصول أو جاب من محصول متوقع منه وهو ده إن شاء الله المتوقع، وبالتالي بيجرب على طول. على سبيل المثال مثلا طريقة جديدة زي المصاطب كانت حديثة قبل كده، لكن الحمد لله بقالنا كام سنة شغالين فيها، وأصبح المزارع النهاردة بقت مقتنع بيها قوي إن هو يطبقها ويشتغل عليه. كانت مساحات بسيطة، النهاردة بنتكلم في نقرب من حوالي نص مليون فدان، في التارجت بتاعنا إن شاء الله المساحة دي تبقى مليون فدان. لما لها من مميزات، من بتقلل المية استهلاكها، المية بتقلل من التقاوي كويس، وبتزيد ما لا يقل عن أردبين في المحصول بتاعه. كل دي الحاجات دي بنشتغلها في حقول متوزعه ان شاء الله. كانت معانا سلفة 3500 حقل ارشادي، السنه دي ان شاء الله هنشتغل ما لا يقل عن 7000 حقل ارشادي، او بمعنى اخر كل قريه او كل جمعيه هيكون فيها حقل ارشادي ممثل عشان نقدر نمارس فيه التوصيات الفنيه والممارسات الزراعيه الحديثه. والحمله القوميه في محصول القمح حمله رائده بدات من التمرينات لحد النهارده، وبدانا وكالة الانتاجيه 9 اردب الفدان، النهارده وصلنا بنتكلم في 19 اردب الفدان كانتاجيه. الحمله دورها وهي بتهدف اساسا لتعريف المزارعين بالاصناف الجديده وحزم التوصيات الفنيه اللي تخلي هذه الاصناف او تلك الاصناف تعطي اعلى انتاجيه او قدره انتاجيه من المحصول. الحق دور الحملة متمثل في تضافر جهود جهات متعددة، سواء كانت بتبدأ بمركز بحوث زراعية الممثل في قسم بحوث القمح معهد محصول حقلية، أكاديمية البحث العلمي، السادة أعضاء التدريس من الجامعات المختلفة، كلية زراعة في الجامعات المختلفة، الأكاديمية البحث العلمي كممول، الأقسام الفنية مركز بحوث زراعية المختصة أو ذات صلة بقسم زي معهد بحوث أمراض النبات ومعهد وقاية النبات، كذلك القطاع الإرشاد الزراعي الممثل في جميع محافظات الجمهورية. الحملة القومية ممثلة بفرق علمية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية في جميع محافظات الجمهورية. الفريق العلمي ممثل جامعات أو مركز بحوث زراعية مع الإرشاد بيقوم بيقدم خدمات إرشادية وإقامة حقول إرشادية في لدى المزارعين، بتكون هذه الحقول تقريبا في جميع مراكز، بيكون في جميع مراكز الجمهورية في كل محافظات في معظم القرى، صعب ان احنا نغطي كل القرى لكن معظم القرى بيكون فيها بنسبة كبيرة جدا فيها حقول إرشادية، بحيث ان هو الحقل الإرشادي بيقدم خدمة إرشادية في صورة تقاوي منتقاه
خدمة مجانية للمزارع، بيقدم على مدار الموسم متابعة وندوات تدريبية ودورات تدريبية سواء للمزارعين أو المرشدين خلال موسم النمو بالكامل، مع المتابعة المستمرة لهذه الحقول وإقامة الندوات الإرشادية سواء على مستوى المزارع أو على مستوى المرشد، بحيث أن احنا نقدر نرفع الإنتاجية بالنسبة على المستوى القومي. إذا تم أو إذا رفعنا الإنتاجية عند المزارع بفضل الله ينعكس على المزارع، على داخل المزارع، ينعكس على الدخل القومي، والحقيقة هو ده الهدف الأساسي من الحملة. الحقيقة الكلام ده احنا النهارده بنقول لاخواننا المزارعين فرصة ان احنا بننتهز فرصة، وبنقول ان احنا فعلا القمح محصول مهم، محصول استراتيجي، والقمح هو عمود الفقري للأمن الغذائي في مصر. القمح هو العمود الفقري للأمن الغذائي في مصر. الدولة النهارده بتسعى ان هي عندنا فجوة كبيرة، ما زلنا في فجوة بين الإنتاج والاستهلاك. الدولة بتسعى ان هي تقلل من هذه الفجوة بمحاورها المختلفة، سواء التوسع الرأسي اللي هي ذات وحدة الإنتاجية، أو التوسع الأفقي، واحنا النهارده شايفين مشاريع عملاقة بالنسبة لإصلاح أراضي والمساحات الجديدة اللي تضاف إن شاء الله الأرض الزراعية، ويكون القمح له نصيب فيها، فبالتالي ده إن شاء الله يكون له مردود. كذلك بالنسبة ده المحاور مهم. النهارده احنا من ضمن أهداف الحملة بالنسبة للتقاوي، الدولة لها توجه النهارده إن احنا بدل ما كان تغطية التقاوي 40% و50%، بنسعى إن شاء الله في سنة 24-25 من عشنا يكون في تغطية 100% من تقاوي المنتقاه. تقاوي المنتقاه معناها ايه؟ معناها تقاوي جيدة متجانسة، انباتها جيد، خالية من الحشائش، بفضل الله تضمن انبات جيد، بادرات قوية تدي محصول عالي، وفي النهاية المحصول ينعكس. بنقول لاخوانا المزارعين القمح محصول سهل في الزراعة، القمح محصول سهل في الزراعة، خصوصا لو انا تعاملت معه صح. بقول له ان انت اتعامل مع الزراعة لها طبيعة خاصة، مش سهل من البداية تجنب الخطأ، لكن اذا حدث الخطأ صعب ان انا اعالجه. فبقول له عشان تشتغل صح لازم تبدأ صح. تبدأ صح يعني ايه؟ يعني اتعامل مع المعاملة في الوقت المناسب بالكيفية المناسبة وبالتوقيت المناسب. يعني انا عايز ازرع امتى؟ الميعاد المناسب للزراعة، لازم التزم بميعاد الزراعة المناسب، لازم اختار الصنف من خلال الخريطة الصنفية او من السياسة الصنفية. كل منطقة عندنا لها اصناف، كل اصناف في منطقة، يبقى لازم التزم بالاصناف اللي الوزارة حددتها. ننتج أصناف قمح عالية إنتاجية مقاومة للأمراض ومتحملة للظروف البيئية الشاذة سواء الحرارة أو الجفاف. إحنا برضو منوط بينا برضو إصدار التوصيات الفنية الخاصة بمحصول القمح بداية من الزراعة حتى الحصاد، بداء من شهر 11 إلى شهر 5. إحنا العلماء قسم حوسة القمح شهرين بيقوموا بتنفيذ ندوات إرشادية شهرية بكل محافظات جمهورية مصر العربية وكل قراها. احنا برضو الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح في ظل محدودية الموارد المائية، احنا بنزرع 3500 حقل إرشادي على مستوى جمهورية مصر العربية، غالبا في معظم قرى جمهورية مصر العربية بنفس حقل إرشادي نموذجي. الحقل الإرشادي النموذجي ده بيتم فيه زراعة الأصناف العالية الإنتاجية، وبنتابعوها شهريا من بداية الزراعة حتى الحصاد، ونوروا المزارع المعاملات المثلى لإنتاج القمح. الهدف من الحقل الارشادي ده ان الحقل الارشادي زي ما شايف حقل حضرتك النهارده في يوم تكريم مزارعين، احنا عندنا مزارعين حقول ارشاديه وصل انتاجيتهم 28 و30 اردب. احنا الهدف من الحقول الارشاديه دي انه المزارع النموذجي المتميز ده يوري جيرانه ومزارعين باقي القريه كيف وصل للانتاجيه دي. احنا كباحثين بندور المعلومات ونعمل ندوات ارشاديه، انما المزارع بطبيعته بيفضل انه يشوف الزراعات دي عند جيرانه ويشوف كيف اتفذت العمليه دي. احنا بالنسبه للحقول الارشاديه كانت متوصله السنه دي 24 اردب، المزارع العادي 19 اردب، احنا لو رفعنا الانتاجيه من 19 ل 20 ولا 21 اردب يبقى احنا اردبين في 3 مليون فدان باكثر من 6 مليون اردب، 6 مليون اردب بحوالي 2 مليون طن، 2 مليون طن دول زي ما قال الدكتور محمد سليمان يكفوا المواطن المصري الخبز المدعم شهرين واكثر من شهرين او بشهرين 3 شهور. احنا بالنسبه لنا دي الهدف في الحقول الارشاديه ان احنا زياده الانتاجيه على مستوى الجمهوريه، بحيث ان المزارع الانتاجيه منخفضه يتعلم من المزارع المتميز ده كيف يزرع القمح النموذجي، ولو فعل الانتاجيه من قد بين 3 يبقى احنا حققنا طفره بالنسبه لنا، هتخفف من الاستيراد من فتره الاستيراد القمح وتعمل ترفع نسبه الاكتفاء الذاتي. احنا حطك في المحطات البحثيه في كل محافظات جمهوريه مصر العربيه في باحثين متخصصين في مجال القمح. احنا بننفذ الحقل الارشادي ابتداء من
اختيار مع بالتعاون مع قطاع الارشاد، بنختاروا مساحه الارض واحنا بنديله التجاول، هي زراعه التجاول الحديث الموصى بها زراعه، ويبدا احنا ندوله طريقه الزراعه المثلى ابتداء من زراعه سواء زراعه على مصارب او زراعه على خطوط اللي تحقق انتاجيه عاليه. الزراعات دي احنا بنبدا نتابعوها، والمزارع لو في حاجه يعني تايهه عنده او ما يعرفهاش احنا بنوريها له شهري، واحنا بنعمل ندوات شهريه في الارشاد او في قرى او في حته في الارياف في اي قريه، حتى لو مضاده المزارع او دول المزارع بنعمل نلتقي مع المزارعين وبنشرح العمليات الزراعيه شهريا، وده بيقوم بها بحسين القمر. يبقى احنا دورنا بننتج اصناف، غير كده بنوري المزارع طريقه الزراعه الحديثه، بنتابعه شهريا، وسواء بنتابعه برضه مكافحه الحشائش والمقاومه للامراض والحاجات دي كلها بنتابعوها من الزراعه حتى الحصاد شهريا عن طريق بحسين القمر بينفذ العمليه دي. احنا هدفنا الرئيسي ان احنا نرفع بانتاجيه القمح لجمهوريه مصر العربيه، احنا هدفنا والمزارع دايما يستفيد، وتمنياتنا دايما ابدا ان المزارع يكون متفوق وانتاجه عالي، لانه ده خير لوطننا الحبيب. احنا في اول السنه بنعمل اجتماع في كل محافظه للحمله القوميه، بيحضروا المهندسين الزراعيين وبيحضر رئيس الحمله القوميه من باحث من القمح رئيس المسك المحافظه والباحثين، ونجيب بعض المزارعين ونشرح لهم الاصناف والحاجات دي كلها، واحنا الاصناف دي برضه بنديها لهم ونتابعوها معاهم. أحد دوره يتلخص في أربع نقاط رئيسية. أول حاجة استنباط الأصناف، عالية الإنتاجية، قصيرة العمر، الموفرة للمياه، والملائمة للتغيرات المناخية، ذات مرونة عالية، تتحمل الملوحة، تتحمل الإجهاد المائي، كل القصص دي. النقطة الثانية الأساسية هي تطوير وتحديث التوصيات الفنية الخاصة بكل محصول وكل صنف لكل منطقة زراعية، تمام؟ الحاجة الثالثة هي إنتاج تقاوي المربي والأساس، ودي جزء أساسي في شغل المعهد، وبعد كده بالتعاون مع الإدارة المركزية للإنتاج التقاوي وشركات القطاع الخاص اللي بتقوم بأخذ التقاوي الأساس دي وتنتج منها تقاوي المعتمد اللي بتوزع على السادة المزارعين. الدور الأخير والمهم برضو هو التكنولوجيا ترانسفير أو نقل التكنولوجيا، إزاي ننقل المعلومة من البحث للمزارع. هو مثلث المزارع والباحث والمرشد الزراعي أو الجهاز الإرشادي، لازم الحلقة دي تكتمل عشان ننقل المعلومة السليمة للمزارع بحيث أنه يطبقها وتكون ليها مردود اقتصادي عنده في إنتاجه. الحقيقة أنه المعهد في خلال العشرين سنة اللي فاتت عمل طفرة في إنتاج المحاصيل الحقلية في مصر. أصبحنا النهاردة مصر أنت بتتكلم على المرتبة الأولى في إنتاج الأرز على مستوى العالم، المرتبة الأولى على إنتاج الأرز في على مستوى العالم في إنتاج القمح الربيعي، المرتبة السادسة في إنتاجية الذرة الشامي، يعني محققين مكانة دولية متميزة للمحاصيل الاستراتيجية الرئيسية بفضل هذه الأصناف وهذه التوصيات وهذا العمل البحثي القائم التطبيقي اللي بيتم في معهد بحوث المحاصيل الحقلية. في عندنا القمح الشتوي وده بيزرع في دول أوروبا الدول الباردة، بحيث أنه بيتزرع في شهر 9 تقريبا، وبعد كده ينزل عليه التلج ويفضل 3-4 شهور في حالة كمون تحت التلج، ومجرد ما يدوب التلج مع بداية فصل الربيع يبدأ يكمل نموه ويدي المحصول. القدرة الإنتاجية للقمح الشتوي أعلى من القمح الربيعي لأنه بيقعد حوالي 9 شهور في الأرض أو 10 شهور في الأرض، لكن إحنا القمح بتاعنا ربيعي مع أنه بيزرع في الشتاء لأنه ما بيحتاجش المعاملة بالبرودة دي، وبالرغم من كده إحنا إنتاجيتنا الأولى على مستوى العالم في القمح الربيعي، وده بفضل الأصناف طبعا المتميزة ذات القدرة العالية. طبعا ندرة المياه دي مشكلة أساسية في قطاع الزراعة، لأن الزراعة بتستهلك حوالي 80% من الاحتياجات المائية أو من الاستهلاك المائي لكل جمهورية مصر العربية، وبالتالي المعهد بيشتغل في الاتجاه ده من خلال ثلاث محاور رئيسية. المحور الأولاني أن أنا أستنبط أصناف قصيرة العمر. قصيرة العمر معناها أنه الاحتياج المائي هيقل، هينقص ريا ريتين عن العادي، وبالتالي هيوفر لي جزء من المياه. المحور الثاني أن أنا أنتج أصناف أو أطور أصناف تكون عندها القدرة على تحمل نقص المياه، يعني تديني محصول اقتصادي في ظروف نقص المياه، زي أصناف الأرز، زي بعض هجن الذرة الشامي، بعض الأصناف من القمح، تعطي محصول اقتصادي على الرغم من قلة المية اللي بنديها للمحصول. الحاجة الثالثة اللي هي المانجمنت أو إدارة المحصول نفسها، بمعنى أنه تسويب الليزر مثلا مع الزراعة على مصاطب في القمح
التسويه بالليزر مع الخطوط التبادليه في الذره، يعني بعد قرايه المحياه يقفل خط ويفتح خط بحيث انه يروي نص الارض بالظبط، وبالتالي بتوفر حوالي 20% من المياه اللي بيستهلكها وحده المساحه. بالنسبه للرز، الزراعه المباشره سواء كانت التسطير او زراعه على خطوط او مصاطب، كل دي بتؤدي الى توفير جزء كبير من المياه. وبالتالي لو انت بتتكلم مثلا على متر المياه المكعب كان بيديني 300 جرام من الرز، النهارده متر مكعب بيديني كيلو جرام، يعني انا ضعفت انتاجيه المياه نفسها 3 أضعاف. تمام. وعشان كده برضو يمكن مش بس كده، المنتج كمان اللي بيطلع الجوده بتاعته عاليه، يعني مش بنقلل المياه على حساب الجوده. الارز المصري في البورصه العالميه اعلى أسعار موجودة على مستوى العالم بالنسبة للأرز. القمح المصري لو قارنته بالقمح اللي بنستورده، لا، القمح المصري الكواليتي بتاعته عالية، نسبة البروتين فيه عالية، العرق بتاعه كويس، يلائم صناعة الخبز وخلافه. يعني اللي أنا عايز أقوله إن إحنا ما بنضحيش بالجودة في سبيل إن إحنا نوفر مية، لا، إحنا عايزين إزاي تدخل أقل إنبوتس، أقل مدخلات زراعية ممكنة، سواء كانت تقاوي أو أسمدة أو وتطلع بأقصى عائد ممكن أو محصول ممكن من وحدة المساحة. الأصناف القديمة من الرز كانت بتستهلك تقريبا حوالي 8000 ل 8500 متر مكعب للفدان. النهاردة متوسط العام بتاعنا للأصناف كلها من 5000 ل 5500، يعني أنا نزلت حوالي 35% تقريبا من احتياج المية. في بقى أصناف موفرة للمية، مجموعة من الأصناف تتميز بقدرتها زي ما قلنا إن احنا إنها وراثيا تقدر تتحمل الإجهاد المائي ده، دي بتوصل من 4 ل 4.5، يعني تخيل من 8 ل 8.5 أنا وصلت 4 ل 4.5 مع مضاعفة الإنتاجية، يعني كنت بجيب 2.4 طن، النهاردة المتوسط العام للجمهورية 4 طن. وبالتالي يعني احنا يعني أزعم إن احنا قدرنا نحقق المعادلة الصعبة، إن انت تضاعف الإنتاجية وفي نفس الوقت تقلل الاستهلاك المائي، فما بقاش الرز هو المحصول الشره لاستخدام الميه اللي عليه المشاكل والقصص الكتير دي، لكن هو زي ما بنقول دايما هو متهم بريء في القصه دي. بالنسبه للمحاصيل الثانيه زي محاصيل البقوليه والمحاصيل الزيتيه، هي برامج التربيه برامج قوميه موجوده وانتجريتد، بحيث انه بيشترك فيها كل المتخصصين اللي ليهم علاقه بالمحصول، بحيث انه في النهايه نقدر نستنبط اصناف عاليه الانتاجيه قصيره العمر موفره للمياه وذات جوده عاليه. قلت المهندس بتاع الارشاد عندي في القريه، موجود عندي في القريه، فبيقول لي تعالى خضر معايا محصول الجمح عن طريق الارشاد. فروحت والله قابلت الراجل وتعاقدت معاه واتكلمت معاه، فبيقول لي احنا عايزين نحرط الارض وننعمها عشان هجيب لك تسويه ليزر مجاني. قلت له ماشي على عيني وعلى راسي. الراجل كان مشكور بجد، مشكور معايا جدا، وجاب لي تسويه ليزر مجاني، وخططت الارض بتاعتي مع الدكتور اللي هو ماسك المعهد البحوث عندي في ملاوي. قال لي احنا عايزين نزرع الارض دي على مصاطب. قلت له تمام. ابتديت اسوي الارض بتاعتي وعملت على المصاطب وزرعت، ابتديت ازرع الجمح بتاعي. هو موجود عندهم في البحوث آلية اللي هي بتزرع الجمح عن طريق الجرار، بس للأسف مش موجود جرار يخص المعهد.